للحديث عن تطورات ثورة تشرين معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. وعبر الهاتف من عمان دكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي. دكتور صباح علو مرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ نظير، يعني مع استمرار القمع الدموي على يد القوات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين وازدياد زخم التظاهرات، كيف تراقب سير هذه التظاهرات؟ يعني أنا لا أرى سببا يجعل المتظاهرين يخففون من تظاهراتهم أو يخففون من زخم هذه الانتفاضة، وإلا ما هو الذي حدث؟ إن كنت تقصد أن ما حدث هو نية عادل عبد المهدي للاستقالة، فهي يعني الحقيقة إصرار المتظاهرين رغم هذا القمع ورغم هذا القتل، هناك إصرار ملاحظ من قبل المتظاهرين. أنا أقول بالعكس، إنما هذا الإغال في القتل وهذا يعني الوحشية التي يتعامل بها النظام هي أحد الأسباب المهمة التي تجعل المتظاهرين والمنتفضين الشباب أن يصعدوا في فعاليتهم ويصروا على انتفاضتهم السلمية، وتنضم يوم بعد يوم شرائح مجتمعية جديدة لخط لهذه الانتفاضة. ذلك لأن وصل لقناعة العراقيين سواء منهم الشباب وغير الشباب بأن هذا النظام لا سبيل لإصلاحه ولا بد من تغييره، وإن الرجوع إلى البيوت وإنهاء الانتفاضة سيجعل من هذا النظام عبارة عن وحش كاسر سوف يفتك بهؤلاء الشباب، فهو طريق واحد لا رجع فيه إلى أن يصلوا إلى أهدافهم التي رفعوها. دكتور صباح علو من عمان، دعنا نتساءل وإياك، لماذا هذا النوع من التصعيد الحكومي؟ لماذا عشرات الشهداء خلال 48 ساعة فقط؟ ما الأسباب التي تقف وراء هذا التصعيد الحكومي؟ تحية لكم ولضيفكم الكريم. ما يحصل بالعراق بعد إعلان استقالة السيد عادل عبد المهدي هو عبارة عن قلب للطاولة من قبل المرجعية على القوى التي مرتبطة بإيران حقيقة، رغم أن المرجعية تم الضغط عليها من قبل الشارع العراقي. ولذلك نلاحظ حاليا الميليشيات أو ما يسمى بالطرف الثالث حسب توصيف وزير الدفاع العراقي قبل أكثر من أسبوع، هي التي تقوم بعمليات القتل وعمليات التدمير والحرق أيضا من أجل اتهام المتظاهرين بأن حالة العنف الموجودة في سير المتظاهرين وتوجهاتهم هي التي تدفع بهذا الشكل من التظاهرات وهي ليست سلمية. هذا ما يريدون الوصول إليه، ولكن حقيقة أن التظاهرات توسعت بشكل أكبر بعد الاستقالة مما دفع بالقوى. ابقى معنا دكتور صباح لو سمحت، ابقى معنا دكتور صباح علو. أستاذ نظير، يعني هل فعلا هو قلب للطاولة من قبل المرجعية على القوى السياسية؟ ما الذي يجري؟ لاحظت ما جرى في المحافظات الجنوبية؟ يعني أنت تقول قلب طاولة من قبل المرجعية ضد الأحزاب الحاكمة، هذا توصيف غير دقيق. أنا أرى أن المرجعية والنظام السياسي الحاكم في بغداد هم في طرف واحد، هم في جهة واحدة، والجهة الأخرى هي الشعب العراقي. ما قامت به المرجعية هو ربما رمي طوق نجاة لهذا النظام. يتصور المرجعية وكذلك الأحزاب السياسية أن باستقالة عادل عبد المهدي وكأنما المتظاهرين قد وصلوا إلى أنجازهم الكبير وأسقطوا الحكومة، لكن لا يعلمون أن هؤلاء الشباب أوعى منهم سياسيا وأوعى منهم بألاعيبهم التي يمارسوها. استقالة عادل عبد المهدي لا تمثل شيء ولا تغير من النظام السياسي الحاكم. عادل عبد المهدي يذهب يأتي غيره. من أين يأتي هذا الغير؟ البدائل موجودة ومجهزة. من الذي يتحكم بهذه البدائل؟ طبعا أخي الكريم، أنا لا أقول هؤلاء السياسيون الذين في بغداد هم الفاعلون، هؤلاء فقط منفذون. من يتحكم بالعملية السياسية برمتها
سواء سياسيين ولا مرجعيات، هي النظام الإيراني وآلته. هو يعتبر العراق جزء من يعني محافظاته الإيرانية، يعتبر أنه الاعتداء اللي يصير على الـ يعني النظام العراقي هو اعتداء مباشر على النظام الإيراني، هكذا هو واقع الحال. نعم. طيب دكتور صباح، هل ثمت من يربط بين حرق القنصلية الإيرانية والحملة الحكومية التي توصف بالشرسة والقاسية ضد المتظاهرين، هل ثمت ربط بينهما باعتقادكم؟ بالتأكيد تحاول إيران الحفاظ على أذرعها وأتباعها في العراق، ومن ضمنها الحكومة العراقية. أنا ألاحظ وأراقب أن المرجعية منذ 11 وحتى إعلان استقالة السيد عادل عبد المهدي كانت تحاول الحفاظ على مكانتها، بحيث لا تستجيب للقوى السياسية المرتبطة بإيران أن تمرر مشاريع إيران في العراق. ولكن ضغوط الشارع العراقي دفع بالمرجعية للدفع بقلب الطاولة على السيد عادل عبد المهدي ومن يعمل على دعمه، حيث قبل أكثر من شهر عادل عبد المهدي صرح بشيء للإشارة بالاستقالة. ولكن الضغوط الإيرانية والأحزاب المرتبطة بها هي التي أخرت، علما بأن المرجعية هي التي جاءت السيد عادل عبد المهدي. طيب. ابقى معنا الجوهر دكتور. الأساس للعملية. نعم، ابقى معنا دكتور صباح علو. أستاذ نظير، يعني ما يجري الآن كيف تراقبه في النجف بعد إحراق القنصلية الإيرانية في النجف، وحديث المرجعية وما تلاه، وأحداث اختطاف المتظاهرين والزج بهم في قبو بقبر محمد باقر الحكيم؟ يعني ما أرى أن هذه الأحزاب وهذه الميليشيات عندما تم حرق القنصلية الإيرانية وكأنما أنك يعني حطمت الصنم الذين يعبدوه، هو الذي يمثل النظام الإيراني. فهؤلاء كلهم مرجعيتهم إلى النظام الإيراني، وحينما تحطم صنم من أصنام النظام هذا سيثورون كلهم. ولا ما هو التفسير الذي حدث يعني في هذا القتل وهذا الجرح للمتظاهرين بعد حرق هذه القنصلية؟ هذا دليل على أنهم ارتباط وثيق، بل ارتباط مصيري بالنظام الإيراني. والشيء الأكثر لفتا للانتباه أنهم كانوا يروجون طيلة الفترة السابقة بأن يعني شعبنا العراقي الذي موجود في كربلاء والنجف، هؤلاء ولاءهم 100% لإيران وولاءهم 100% للأحزاب بشكل طائفي. وقد أثبت شعبنا الكريم في كربلاء والنجف والناصرية وكل المحافظات الجنوبية بأنه شعب عراقي عربي أصيل، لا يرهن وطنه لدولة أجنبية ولا يبيع كرامته يعني سقطا من الحياة. بعد حرق القنصلية الإيرانية في النجف أيضا هناك مسميات للحكيم كاسم مستشفى أو أسماء أخرى بدأوا باستبدالها بتسمية الشهداء، مستشفى الشهداء، بل حتى مدينة الصدر تحولت أسمها، وكل الرموز الذين يعني كانوا يحاولون تغيير أسمائها بأسماء فارسية وأسماء ذو دلالات طائفية أرجعها الشعب إلى أسماء وطنية وأسماء تنم على البعد الوطني العراقي. وأنا أقول لك يعني الأسباب التي الآن المتظاهرين يذهبون إلى المقبور الحكيم ويحاولون الوصول إليه، ذلك لأن هناك مساجين يتم زجهم في السراديب، وأيضا رسالة فيها أخرى بأن باقر الحكيم هو أول من أسس للطائفية في العراق. حينما جاء من إيران إلى العراق في أول خطاب قال له يعني قال نحن قوم قد اضطهدنا منذ مدة 14 قرنا، وهو يؤسس على أنه كشيعي هو مظلوم منذ ذلك الزمن، والآن جاء وقت الانتقام. نعم، هو خطاب طائفي بامتياز. دكتور صباح، يعني المتظاهرون منذ اللحظة الأولى لاستقالة عادل عبد المهدي
أكدوا أن هذه الاستقالة ليست هدفهم، وإن كانت واحد من الأهداف ولكنها ليست الهدف النهائي والرئيس لهذه التظاهرات. هناك منظومة فاسدة يجب أن تسقط ويجب أن تستبدل بمنظومة أخرى تعبر عن نبض الشعب العراقي. ما قراءتكم في هذه الرسالة؟ حقيقة الشارع يهدف إلى بناء دولة مؤسسات بعيدة كل البعد عن الأحزاب التي فشلت بشكل ذريع وواضح للعالم وللشعب العراقي أنها منذ 2003 ولغاية الآن. ولذلك نلاحظ أن استقالة عبد المهدي أولا جاءت متأخرة، كان من المفترض من الأسبوع الأول للانتفاضة، كان لها وقع شيء آخر، لكن في الظرف الحالي استقالة عبد المهدي لا تشكل الهدف الأساسي والجوهري، وإنما النظام السياسي الذي يطالب به المتظاهرون هو عملية التغيير الكاملة لطبيعة ما وجد من دستور يستطيع كل من هب ودب في الحكومة أن يتعامل به وأن يتجاوزه بشكل واضح، وهذا ما سارت عليه طيلة 16 سنة الماضية القوى السياسية الحاكمة والمستبدة التي أعطت الإمكانية العالية لانتشار. دكتور صباح، أنا أنتقل عفوا للأستاذ نظير الكندوري. الآن أستاذ نظير، دخول العشائر على خط التظاهرات وعدم استعدادها أبدا للمساومة على الشهداء الذين سقطوا في المحافظات الجنوبية على يد القوات الأمنية، كيف تراقب هذا المستجد دخول العشائر؟ نعم، هذا ما كنا منذ أيام عديدة نحاول أن نهيب بعشائرنا العربية أن تعبر عن موقفها الأصيل، لكن عشائرنا العربية تتميز بالصبر وبالحلم، وقد صبرت كثيرا على الجرائم التي ارتكبها هذا النظام، لكن وصلت الحالة الآن إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه. هناك شباب هذه العشائر وكل هؤلاء الشباب المتفاوضون هم ينتمون إلى عشائر يتساقطون ويقتلوهم بدم بارد، لا ترتضي كرامة العشائر العربية أن يبقوا في هذا الهوان. كما هو معلوم أن القوات الأمنية، يعني هناك نفوذ إيراني واضح موجود من خلال الميليشيات الموجودة، هل سيكون هناك ربما تصادم مع هذه العشائر؟ أنا طبعا يعني أتمنى أن لا تصل الأمور إلى التصادم، لأنه سيكون هناك سفك دماء يعني بشكل يعني كبير. لذلك أنا ما يعني أقوله أن المنتفضين إذا نجحوا في طرد القوات الحكومية وميليشياتها من مراكز المدن، فعلى العشائر أن تقوم بتشكيل لجان لحماية هذه المدن، وأيضا هذا يعني يجعل هناك حاجز ما بين الاعتداءات اللي تقوم بها الميليشيات وأجهزة النظام على المنتفضين، وهذه أحد الأساليب لحماية المنتفضين. نعم، أشكرك جزيلا. نعم. أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر ضيفي من عمان الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي.